يا ابني، يا حبيبي، يا عادل يا ابني، يا ترى عامل ايه دلوقتي يا ابني؟ يا ترى عامل ايه؟ انا اخويا قتل قتله، ده كده الموضوع ده هيوقف سوقي. لو حد تقدم لي اقول له ايه؟ اخويا رد سجون. يا سلوم، هو ده بس اللي انت شايله همه؟ الجواز الجواز الجواز. اولا انت كده ولا كده السوق بتاعك واقف، مش لاقي اي حد يلمك. يا على حبيبتي بنتي اللي زقننه، الشابه اللي هتقعد سنين عمرها من غير جوزها. رانيا قولي لي، عملت ايه مع المحامي؟ اطمني يا حماتي، المحامي طمني. الحمد لله الحمد لله، وقال لي ان شاء الله انه هيقدر يخفف الحكم لمؤبد بس. يا نهار اسود، مؤبد؟ لا لا لا، غير المحامي ده ما ينفعش، ما ينفعش خالص. يعني ايه ما ينفعش؟ مش على قد الفلوس اللي معايا. هو انتوا اصلا رديتوا تديوني مليم واحد؟ منين يا حبيبتي نديكي مليم ولا اتنين؟ وبعدين انت اللي مبوظه اعصابه ووصاه الحاله اللي هو فيها دي، يبقى انت تحملي نتيجه اعمالك السوداء. ليه بقى ان شاء الله انا بعمل له ايه؟ مش كل شويه عايزه ماسوره عوزان. انا اللي عايزه ماسوره عوزان، والناس اللي مطلعه عينه ومستويه القلب عليه يا سناء. تقصدي يا رانيا انت اللي مطلعه عينه ومستويه القلب عليه؟ يا شيخه جاتك القرف، قولوا بقى ما تقعدوش معانا، زهقنا. مين يا مامي؟ ده المعلم عيكوا الجزار. طب خليه يتفضل. اتفضل. قال لي معلم عيكوا. ازيك يا مدام؟ الحمد لله خير يا معلم. امال الاستاذ عادل فين؟ عادل راح مشوار وزمانه جاي. خير في حاجه؟ خير ان شاء الله، انا جاي اطمن عليه. اما هو ما احنا قلنا كويس، خير بقى؟ اصل من كام يوم وهو معانا واحنا بنذبح بالليل كانت حالته مش ولا بد. كان لابس بيجامه؟ ايوه، طرطش عليه شويه دم، اتخض، طلع يجري مننا لدرجه ان العجل اتخض وطلع يجري معاه. انا كده فهمت اللي حصل. طب بقول لحضرتك ايه يا معلم معاكوا؟ ممكن حضرتك تقولي الكلام ده قدام الضابط؟ اقول لحضره الضابط؟ ده كده هيعرف ان انا بذبح بره السلخانه. انت عايزه توديني في داهيه عشان خاطر يا معلم معاكوا؟ اصلا عادل متهم في قضيه قتل، وانت الوحيد اللي ممكن تطلعه براءه. كان كده بقى ماشي، احنا ولاد بلد وما نسيبش حد ابدا في زنقه. متشكرة قوي يا معلم عيكو، يلا بينا. ارمي دي بس يا معلم، اوعى تكون بتسرق يا ابني. عيب ياض ارمي الواد ده، ايه ده؟ اتحرق البيت ده على طول. خساره. عادل ورمزي. ايوه حضره الضابط عايزكم، خدتوا براءه. براءه؟ ادونا، كفيني كفيني ياض، هكفيك. Thank you.